الجماهير الأهلاوية والنجم الكبير في ملاعب كرة القدم العربية كلها كمان محمد أبو تريكة كان أحرز هدف الفوز بهذه البطولة الغالية جدا. كل البطولات غالية جدا عند جماهير النادي الأهلي. تعال نرجع شوية كده لأخبار النادي الأهلي تاني عشان أقول لكم كابتن محمود الخطيب النهاردة بيجتمع بالأجهزة الفنية للطائرة والسلة. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع جميع الأجهزة الفنية للكرة الطائرة والسلة مساء اليوم الأربعاء داخل مقر النادي بالجزيرة. جلسة جاءت للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الأهلي في إنجازها، والتأكيد على الدعم الكامل لكل الألعاب لمواصلة حصد الألقاب والبطولات. محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الأهلي قال إن الكابتن محمود الخطيب بحث مع الأجهزة الفنية للكرة الطائرة والسلة ضرورة الاهتمام والتعامل الجيد مع اللاعبين في المراحل العمرية المختلفة سواء الفريق الأول أو الناشئون، والعمل على بث روح وشخصية النادي الأهلي داخلهم، وده المتعارف عليه جوه النادي الأهلي، وألا يقتصر دورهم فقط على الجانب الفني أو الرياضي، بيأكدوا على شخصية النادي الأهلي داخل اللاعبين من هو يكسب لما بيخسروا مركز. مش عايز اقول لكم بقوا عاملين ازاي، فده اللي بيحاولوا يبثوه في هؤلاء الشباب الصاعد ان شاء الله والواعد باذن الله. واوضح دور النادي الاهلي في مساعده الناشئين رياضيا واجتماعيا وسلوكيا ونقل الخبرات الفنيه والتدريبيه بجانب الجزء التربوي، لا سيما الناشئون لانهم نواه الفريق الاول ومستقبل النادي في الاداره، لذلك يجب اعدادهم بطريقه جيده لتواصل الاجيال داخل النادي الاهلي مثلما هو المعتاد دائما، حتى يحافظ النادي الاهلي على تلك القيم الثابته منذ انشائه 1907. كلام مهم جدا يا جماعه، كلام مهم جدا، وهي اعداد لاعبين مميزين وكوادر قياديه على اعلى مستوى في مختلف القطاعات. يعني بياكدوا على الجزء التربوي أكبر كمان من الجزء الفني والبدني والكلام ده كله، الجزء التربوي. عشان كده بقول لكم النادي الأهلي مختلف تماما. كابتن محمود الخطيب وكل الأجهزة وكل القائمين على النادي الأهلي بيؤكدوا على الجانب التربوي في الناشئين، عشان كمان لما تكبر تعرف يعني ايه جانب تربوي، وتعرف يعني ايه سلوك النادي الاهلي، وتعرف يعني ايه شكل النادي الاهلي. الناس ساعات بتزعل النادي الاهلي ما بيطلعش يرد، ما بيطلعش مش عارف ايه، مش النادي الاهلي مش كده خالص، والنادي الاهلي شكله زي ما قلت لكم قبل كده، النادي الاهلي ليه شكل وليه اسلوب، يعني مش هيغيره ابدا ابدا. طيب تعال نرجع لمحمد سعيد معاه.